اوريكم البيبي ليس اللي نزل في بوتيكات. اول شيء لازم تعرفونه ان ماركة بيبي ليس ماركة عالمية، كل الصالونات البروفيشنال يستخدمون الماركة هذه. في منها بيبي ليس، في منها ستريتنر، في منها الويفي. شوفوا يعني انا ما خليتها كلش على شعري، شوفوا لما اخليه شلون راح يطلع. الماركة هذه تينا ما صدقت انهم نزلوها بوتيكات، كل الصوالين عندهم الماركة هذه. انصحكم فيها، تقدرون تسوون شعركم ستريت. شوفوا